السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من الأجندة في الأجندة هذا الأسبوع مشاورات الكويت مساعي حثيثة لشرعنة الانقلاب اليمن هوية تاريخية لاتجاه جغرافي لم يعد في مشاورات الكويت ما يبعث على الثقة بإمكانية إنجاز حل حقيقي ينهي الوضع الشاذ الذي يعيشه اليمن بعد أن سيطرت عصابة طائفية مسلحة على العاصمة ومؤسسات الدولة في انقلاب سافر على التسوية والإجماع الوطني نشأت عنه عن هذا الانقلاب تهديدات خطيرة لمستقبل الدولة الوطنية وللعيش المشترك والوحدة اليمنية والأمن الإقليمي هناك صيغ خطيره يجري الترويج لها في مشاورات الكويت اقل ما يقال فيها انها تحاول شرعنه الانقلاب اكثر من كونها تؤسس لحل حقيقي. هذه الصيغ تمنح الانقلابيين فرصه للالتفاف على الاسس الجوهريه التي تقوم عليها التسويه السياسيه والالتفاف كذلك على قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 الذي حدد حدد خارطه طريق واضحه لانهاء الانقلاب واستعاده المبادره السياسيه ومواصله السير في خط التسويه السياسيه. وهذا الطريق لا تحتاج او هذه الطريق لا تحتاج سوى الى اليه تساندها اراده دوليه حقيقيه يمكن من خلالها تنفيذ القرار الاممي الذي صدر اصلا تحت الفصل السابع عن مشاورات الكويت وعن الصيغ الخطيره التي يجري تداولها لشرعنه الانقلاب نخصص هذا الملف من الجن دعونا نمضي معكم في قراءه لسير المشاورات التي تدور اصلا حول ثلاثه محاور هي محور المعتقلين والاسراء والمحور الامني والمحور السياسي وابتداء نقول ان مشاورات الكويت فقدت مصداقيتها عندما حاول رعاتها الانحراف بها عن الطريق الذي رسمه قرار مجلس الامن رقم 2216. ذلك القرار الذي نصت بنوده على ضروره الانسحاب من العاصمه والمدن وتسليم السلاح والمضي قدما في خطوات الحل السياسي تاسيسا على المرجعيات المعروفه وهي المبادره الخليجيه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باليمن ما يجري في الكويت اليوم هو محاولات حثيثة لشرعنة الانقلاب عبر اقتراح صيغ هجينة وغير مستساغة وخطيرة للحل أبرزها أبرز هذه الصيغ أو أبرز ملامحها هو الدمج بين إجراءات بناء الثقة والترتيبات السياسية والترتيبات العسكرية والأمنية وهذا النوع من الصيغ الهجينة بدأ يتجه اكثر فاكثر نحو الشروع في ترتيبات الحل او في ترتيبات الحل السياسي الذي يعني تشكيل حكومه تحمل في ظاهرها معنى الشراكه الوطنيه لكنها في مضمونها الحقيقي تهدف الى اعاده ترتيب وضع القوى الانقلابيه في المشهد السياسي وطي صفحه النظام النظام الانتقالي او الفتره الانتقاليه والشرعيه التي يمثلها والتي تاسست عليها قرارات دوليه وتاسس عليها ايضا تدخل التحالف العربي نفسه. فهل ستنجح خطط كهذه على الرغم من الممانعه الحكوميه القويه التي ابدتها حتى الان الممانعه التي تمنع انزلاق المشاورات الى هذا المنحدر الخطير الذي لا يمكن التنبؤ بالهوى السحيقه التي قد ينتهي اليها سنكون في حاله انتظار هناك حقيقه مره قد تخفى على الغالبيه العظمى من اليمنيين، لكنها معلومه بالنسبه للمتابعين والمهتمين، وهي ان وفد الحكومه لا يحاور الانقلابيين في الكويت بل يحاور فريقا محترفا من السياسيين والدبلوماسيين هم سفراء الدول الكبرى الذين يعتمدون بدورهم على خبراء ومتخصصين. وهؤلاء جميعا من دبلوماسيين وخبراء هم من ياخذ مشاورات الكويت الى مسار جديد لا علاقه له بالمسار المعلن الذي يرتبط عاده بالمشاورات الجاريه بين وفد الحكومه والانقلابيين وهي مشاورات عقيمه حيث لم ينجح وفداء الحكومه والانقلابيين او والانقلابيون في التوصل الى اي اتفاق حتى الان لا على صعيد اطلاق سراح المعتقلين والاسرى ولا على صعيد الترتيبات العسكريه والامنيه وهذا بالتاكيد او بالتأكيد لم يحقق أي نجاح على مستوى الترتيبات السياسية ليس عبثا ألا يتفق طرفاء المشاورات حتى الآن على جدول أعمال وليس عبثا أيضا أن تتحرر مشاورات الكويت من السقف الزمني الذي تحتاجه أي مشاورات جادة وترغب أطرافها في إنجاحها وليس عبثا أيضا أن تتحرر المشاورات من تأثير التطورات الميدانية بحيث يستمر القتال بنفس الوتيره ويستمر القصف واستهداف المدنيين بنفس الوتيره والمشاورات لا تاثير لها على الاطلاق على ما يجري. وراء هذا التصميم الخبيث لاطار المشاورات اراده متربصه وطرف لديه اهداف يريد تحقيقها في اليمن. هذا الطرف هو القوى الكبرى بغض النظر عن نسبه التقارب في مواقفها من الازمه اليمنيه. وإن كانت المشاورات أو عفواً إن كانت المؤشرات تبرهن على أن القوى الغربية الكبرى تكاد تكون متفقة على نوعية الحل المفترض للأزمة اليمنيه كما لم تتفق على أي أزمة أخرى في هذا العالم تبدو مشاورات الكويت بفعل الدور السيء للقوى الكبرى أبعد ما تكون عن القرار الدولي رقم 2216 هناك اتفاق ضمني على ما يبدو على تجميد هذا القرار والتصرف خارج هذا القرار وإلا لما جرى السكوت على الصلف والعرقلة المتعمدة التي يمارسها وفد الانقلابيين في مشاورات الكويت كما مرسها من قبل في جنيف وفي بييل السويسريتين جاء وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من صنعاء وهو يحمل في جعبته مطلبا واحدا أقل ما يقال فيه أنه رغبه وقحه في تثبيت الانقلاب وجني ثماره السياسيه والتحرر من الاعباء التي نتجت عنه. واهمها بالطبع قرار مجلس الامن بما تضمنه من عقوبات ومن تهديد باستخدام الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل السابع. الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده طبعا. تاخر الانقلابيون عن الذهاب الى الكويت. وهذا التاخير لم يكن عبثا بل جاء بناء على ضوء اخضر من القوى الكبرى حتى يصبح المجيء هو القضية وليس الهدف الذي من اجله المشاورات حينما ذهب الوفد الاممي الى صنعاء وحصل على موافقة الانقلابيين بالذهاب الى الكويت كان يفترض ان تاتي الموافقة في بيان موقع عليه من الموفد الدولي والانقلابيين لكنه تعمد تعمد المبعوث الدولي تاخير الاعلان عن حصوله على 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 الموافقة الى بعد مغادرته صنعاء وفور اعلانه عن قبولهم بالذهاب الى الكويت سارع بعض المتحدثين باسمهم الى نفي صحه ما جاء على لسان المبعوث الاممي. بالتاكيد هم وافقوا لكن نيه المبعوث نيه المبعوث الدولي والقوى الغربيه كانت مبيته على ابقاء الامر عائما ومتشحا بعدم اليقين بين قبول المشاركه ونفي هذا القبول. اتبعه الانقلابيون بتأخير متعمد عن الذهاب إلى الكويت حتى يأتي مجيئهم وكأنه أهم ما تحقق في المشاورات خصوصا وأنهم كرنوا الموافقة على المجيء بشرط وقف الطلعات الجوية ورفع الحصار وغيرها من المطالب التي كرروا طرحها في جولتي المشاورات السابقتين وفي كل مناسبة تتاح لهم المقصود هنا هو إفراغ قرار مجلس الأمن من مضمونه تماماً وجر المشاورات الى صيغه متحرره تماما من مرجعيه القرار الدولي رقم 2216. هذا هو التفسير الوحيد لاصرار الانقلابيين ومن ورائهم سفراء الدول الغربيه الكبرى على اجراء مناقشات متزامنه بشان الترتيبات السياسيه والامنيه وملف المعتقلين والاسرى. التخلص من القرار رقم 22 16 كاطار مرجعي ملزم للمشاورات هو غايه ما يهدف اليه مقترح تشكيل الحكومه حكومه الشراكه تشكيل حكومه الشراكه قبل ايفاء الانقلابيين بالتزاماتهم تجاه ملف المعتقلين والأسرة وتجاه الانسحاب وتسليم السلاح يجادل السفراء الغربيون بشان نجاح فكره تشكيل الحكومه كخطوه اولى حتى انهم ذهبوا الى حد تقديم تعهدات بان هذه الحكومه لن تبدا ممارسه سلطتها قبل انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم سلاحها. وخطوره خطوه كهذه انها سوف تجرد السلطه الشرعيه من اهم نقاط قوتها وستقود حتما الى مرجعيه تاسيسيه لمسار جديد من الترتيبات السياسيه اللاحقه التي ستجعل الانقلابيين شركاء مهيمنين على المشهد السياسي ومتحررين تماما من العقوبات ومن التدخل العسكري للتحالف العربي. ان حكومه الشراكه لا قدر الله ترسخ في الوعي مشروعية وأحقية الانقلابيين في أن يكونوا جزءا من الحل السياسي بينما هم يشكلون خطرا حقيقيا على مستقبل الدولة فهم هم الذين انقلبوا على المسار السياسي وهم الذين عطلوه من قبل وهم الذين قوضوا النظام الانتقالي واختاروا طريق الحرب لفرض إرادتهم الأحادية على شركاء الوطن حكومة الشراكة الوطنية لا قدر الله ستفقد التسوية السياسية الضمانة الأساسية لديمومة الحل السياسي والاستقرار. ونعني بها العدالة الانتقالية وجبر الضرر. حيث لن يكون بوسع أي طرف أن يطالب المخلوع صالح وميليشيا الحوثي بدفع ثمن مغامراته الخطيرة وانقلابهما وجرهما الوطن إلى حرب أهلية لا سابقة لها. والأهم من كل ذلك أن وجود هؤلاء الانقلابيين بصفتهم السياسيه القائمه في قلب العمليه السياسيه وفي حكومه شراكه وطنيه هو تهديد حقيقي لمستقبل اليمنيين اذ لا يوجد ضمانات حقيقيه يمكن ان تحمي الدوله والتسويه وصيغه العيش المشترك من اي مغامرات قادمه لهذه النخبه. هناك نقاشات تتم حاليا حول اللجنه العسكريه التي ستتولى الاشراف على الانسحاب وجمع السلاح وهناك ضغوط تبذلها الاطراف الغربيه وتلقى استجابه من جانب الموفد الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد لكي تكون هذه اللجنه مشتركه اي تضم ممثلين متساوي بين الحكومه والمتمردين. الصيغه المقترحه للجنه العسكريه تكاد تكون تكرارا لنموذج الحكومه حيث يتعمد الرعاه الرعاه الدوليون لهذه المشاورات تصفير الفوارق بين الدولة والانقلابيين بحيث ياتي الحل عباره عن تقاسم للحكم لا يتوفر حتى الان على ضمانات حقيقيه لانجاحه على ارض الواقع خصوصا اذا بقيت الامكانيات العسكريه بنفس مستواها الحالي لدى الانقلابيين يصر وفد الحكومه على ان تشكيل اللجنه العسكريه يبقى جزءا أصيلا من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو مطلب منطقي لأن هذه اللجنة هي عبارة عن آلية لتنظيم عملية إعادة السلاح إلى الدولة وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ولا يجوز أن تتحول إلى استحقاق هذه اللجنة إلى استحقاق يحرص الانقلابيون على الظفر به في مسيرة حصد المكافآت التي يحصطونها عن انقلابهم الذي نفذوه ضد السلطة والشرعية وضد الإجماع الوطني لا تكمن الخطورة هنا في تأجيل عملية إعادة أسلحة الدولة من قبل الميليشيا الانقلابية بل تكمن الخطورة أو تتعدى ذلك إلى محاولة شرعنة الانقلاب عبر منح الانقلابيين فرصة الإبقاء على السلاح بحوزتهم لأنهم بكل بساطة سيكونون جزءا من اللجنة التي ستشرف على استلام السلاح وهذا الجزء اذا لم يكن واثقا من ان الاسلحه ستعود الى الانقلابين انفسهم سوف يعطل عمل اللجنه وينهي الامر برمته واذا خضعت السلطه الشرعيه الى الضغوط التي تمارسها عليها القوى الغربيه من اجل تشكيل حكومه شراكه قبل الانسحاب من المدن وتسليم السلاح فهذا يعني ان الاجراءين الاخيرين لن يكتب لهما النجاح وسيكون بوسع حكومه الشراكه ان تتخذ ما تراه مناسبا في ظل الشرعيه التي منحت لها ومنها ابقاء الاسلحه بيد الانقلابيين الذين سيكونون مهيمنين على الحكومه بالتاكيد. تعددت المداخل التي يسلكها الرعاه الدوليون لمشاورات الكويت من اجل شرعنه الانقلاب واعاده تمكين الانقلابيين من مفاصل الدوله وتثبيتهم جزءا اساسيا من النظام السياسي القادم. من هذه المداخل قضية المعتقلين والأسرة وهنا يجري الحرص على التعامل مع السلطة الشرعية والمتمردين على قدم المساواة فالمسألة لم تعد تخص المعتقلين والمخفيين كسريا من قبل الميليشيا الانقلابية بل تحول الموضوع إلى مجرد أسرى حرب يتحمل وزرهم طرفان متكافئان في القوة وفي الإصرار على ممارسة القتل وخوض الصراع من أجل السلطة تكمن مشكلة الوفد الحكومي في أنه لا يتنبه إلى المفردات التي يجري تداولها بهذا الشأن إلى الحد أو إلى حد أن يتم تجاوز قرار مجلس الأمن ويتم تحويل قضية إطلاق المعتقلين من خطوة لبناء الثقة إلى جزء من تسوية الأزمة وتصفية تركة الحرب لا يجوز أن يقبل الوفد الحكومي بقوائم متبادلة للأسرة هناك معتقلون ومغيبون كسريا من قبل عصابة الانقلاب وقد نص القرار الأممي على ضرورة إطلاقهم بدون قيد أو شرط فكيف يتحول الأمر إلى مجرد قضية أسرى حرب؟ هل يمكن اعتبار السياسي البارز محمد قحطان مثلا أسير حرب؟ وهل يمكن اعتبار مئات السياسيين أو مئات السياسيين والكتاب والصحفيين والناشطين أسرى حرب؟ أم أن هؤلاء ضحايا للانقلاب الذي أطاح بالسلطة الانتقالية وبالتسوية السياسية وبالإجماع الوطني؟ و توفر لدى السلطة الشرعية اليوم تتوفر لدى السلطة الشرعية اليوم القوة لاستعادة سلطاتها ولإنقاذ هؤلاء المظلومين ويتوفر لها أيضا السند القانوني السند القانوني لكي تتعامل مع عناصر الميليشيا الذين وقعوا في قبضتها بموجب القانون التي بموجب القانون الذي تقوم بتطبيقه في البلاد على جميع مواطنيها من ضمن ما تردد بشان موضوع المعتقلين والاسرى وجود قائمه من الاسرى الذين يطالب يطالب الانقلابيون بالافراج عنهم. والمفارقه ان هذه القائمه تضم نجل المخلوع صالح الذي يشرف على استثمارات كبيره تابعه لاسره المخلوع في الامارات. ان خطوره هذا النوع من القوائم هي انها تكرس فكره المساواه بين السلطه الشرعيه والانقلابيين. وتعتبر الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان التي مارستها الميليشيا الانقلابية تعتبرها جزءا من السلوك المقبول لأي سلطة تخوض الحرب مع عدوها لا يمكن وصف العناصر التي تقع في قبضة السلطة الشرعية متلبسة بمحاربة السلطة والنظام والقانون لا يمكن وصفها بأنها أسرى حرب هذه عناصر إجرامية خارجة على القانون وعلى الدولة وعلى الدولة أيضاً أن تتعامل معها بموجب النظام والقانون، ولا يمكن احتساب عناصر عناصر الجيش والمقاومة الذين يقعون في قبضة العصابات الانقلابية مجرد أسرى حرب بل ضحايا لجريمة هي جزء من سلسلة جرائم متصلة ومرتبطة ببعضها. بدأت بجريمة الانقلاب على التسوية السياسية وعلى السلطة الشرعية وانتهاء بجريمة الحرب الأهلية التي تخوضها الميليشيا حالياً ضد الدولة والشعب اليمني. لا يجوز أن ينساك الوفد الحكومي إلى مجادلات عقيمة بخصوص الأسرة ليس هناك أسرة هناك فقط معتقلون لدى الميليشيا أما الذين في قبضة الدولة فهم تحت مظلة القانون ولن يكون هناك أعدل من الدولة لكي تتعامل معهم وتحاسبهم على أخطائهم عندما يتم تكريس جزء مهم من مشاورات الكويت للبحث في كيفية تبادل الأسرة فهذا يعني أن هناك خطة خبيثة لتكريس وشرعنة الانقلاب على الدولة لا أقل ولا أكثر هناك التزام من قبل الانقلابيين بالافراج عن نحو 50% من المعتقلين والمخفيين كسريا لديها قبل شهر رمضان المبارك ويجب ان لا يخرج الامر عن هذا السياق ليس غريبا ان تنتهي المشاورات في اطار لجنه المعتقلين والاسرى الى الفشل لان الانقلابيين ليس في نيتهم اطلاق هؤلاء المعتقلين بل تكريس شرعيتهم عبر اظهار ان الامر امر اسرى مقابل اسرى وبالتالي سلطه مقابل سلطه. اما الدافع الاخر لعدم جديه الانقلابيين في اطلاق المعتقلين فهو انهم يستفيدون اقتصاديا من السوق الموازي الذي فتحوه بهدف الحصول على موارد جديده حيث تجري هذه الايام عمليات اطلاق للمعتقلين مقابل فديات بملايين الريالات. فهم ايضا ليسوا في عجله من امرهم لكي يطلقوا سراح المعتقلين في اطار صفقه سياسيه يخسرون في مقابلها هذه الملايين من الريالات التي يحصلون عليها من ذوي المعتقلين. هذا ملخص الحاله الماساويه التي ال اليها حال اليمن في ظل هذه الممالاه التي تحظى بها الميليشيا والتدليل من قبل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي الذي لا يجد غضاضه في اغماض عينيه عن بقاء جريمه الحرب والاباده قائمه في مدينه تعز دون ان يرف له جفن بل ان بعض المنظمات ذهبت الى ابعد من ذلك الى القول بان تعز لا تتعرض للحصار ولا حتى للقصف اليومي. مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذا الملف من الاجنده نذهب الى فاصل قصير نعود بعده لمناقشة الملف الثاني والذي سنخصصه للبحث في جذور الوحدة اليمنيه ضدا على الدعوات التي ترفع شعار الجنوب العربي وما يتصل بإشكالية المصطلح والأهداف السياسية لا تذهبوا بعيدا من مخاطر الفساد السياسي والاستبداد هو احد مظاهره انه يتسبب في اضعاف الدوله اضعافا قد يؤدي الى انهيارها. وفي فترات ضعف الدول تظهر المشاريع السياسيه الصغيره وتظهر الاصوات النشاز التي كانت مختبئه في الظلام تنتظر فرصه الانقضاض على الدوله. وهذا ما حدث في السنوات الاخيره عندما ضعفت الدوله اليمنيه بسبب اتساع سرطان الفساد السياسي في عهد نظام المخلوع صالح إلى الحد الذي دفع البعض للتخلي عن هويته الوطنية اليمنية التاريخية أو البحث عن مشاريع سلالية وجهوية لا تمثل كامل الأمة اليمنية وهكذا صرنا نسمع عمن من ينادي بالجنوب العربي بدلا من جنوب اليمن وصرنا نسمع من يقول أن حضر موت أمة مستقلة لا علاقة لها باليمن وصلنا نسمع ايضا من يقول ان اليمنيين اقليه في الشمال في شمال اليمن وغيرها من المقولات الصبيانيه النشاز. طبعا هناك من العقلاء والحكماء من يرى ان الصمت هو العلاج المناسب لهذه الاصوات لانها لا تمثل اتجاها اصيلا وحقيقيا داخل اليمن لا في جنوبه ولا في شماله ومصيرها لابد ان يكون كمصير مقولات اخرى معاديه للعرب والعروبه وللاسلام والمسلمين في بعض الاحيان. كتلك المقالة التي أعلنها قبل أسابيع الأب ثيودروس داوود راعي أبرشية القديسة مريم للروم الأرثوذكس بسوريا، المقالة التي عنوانها بالقول: لسنا عربا والحمد لله يكفي كذبا وتزويرا. مما يعني أننا أمام موجة تفتيت وانخلاع في المنطقة العربية برمتها. موجة وجدت من يشجعها من داخل المنطقه وخارجها. نقول هناك من يرى ان الصمت هو الحل الامثل تجاه هذه المقولات والنزعات المراهقه حتى لا يزيد الكلام من اشتعالها. الا ان الصمت قد يسهم احيانا في ترويج الصوره الزائفه، الصوره التي تناقض الواقع وهو ما يمكن ان يعمق الصراع ويوسع الصدوع التي احدثتها السياسات الهمجيه للنظام السياسي الفاسد المستبد. في هذا المحور من الحلقة سنسلط الضوء على حقيقة الوحدة التاريخية لليمن الطبيعي منذ ما قبل الإسلام بمئات وربما بآلاف السنين وحتى هذه اللحظة. والوحدة التاريخية لا تعني بالضرورة الوحدة السياسية فقد تأتي لحظة لا يكون فيها اليمن موحداً من الناحية السياسية لكنه ظل دائماً موحداً على كافة المستويات الأخرى كأي أمة كبيرة موحدة لديها تنوع محلي. الفرق بين كلمة شعب وكلمة أمة في الدلالة هو أن كلمة شعب تعني جماعة من الناس تنتمي إلى جد واحد قديم. وهذه الكلمة ترددت كثيرا في التوراة للدلالة على بني إسرائيل بوصفهم شعباً واحداً ينتمي إلى يعقوب عليه السلام. أما كلمة أمة فتعني جماعة من الناس لهم أرض مشتركة وثقافة مشتركة وتاريخ مشترك ولا يشترط أن يكون لهم أصل واحد مشترك فالأمة التركية مثلا ليست شعبا بل خليطا من الشعوب المختلفة, المختلفة الأصول لكنها هذه الشعوب تمثل أمة واحدة ذات تاريخ مشترك وأرض مشتركة وثقافة مشتركة وأهداف مشتركة كما أن كلمة أمة تضم أيضا إلى الدلالة على الأحياء تضم أولئك الموتى الذين كانوا يوما ما جزءا من الامه. المشاهير والشخصيات الكبيره والشخصيات التاريخيه وما اليها، هؤلاء جزء من الامه. وبحسب ما تدل عليه روايات الاخباريين فان معظم اليمنيين ينتمون الى جد واحد قديم. غير ان المعلومات الاركيولوجيه الاثاريه شحيحه في تاكيد هذه النقطه او في نفيها، فليس هناك ما ينفيها الى الان على الاقل. ثم ان معلومه كهذه لا ينبغي ان تشغلنا عن حقيقه اننا امه واحده وفدت عليها جماعات عرقيه مختلفه ومحدوده بين وقت واخر. واصبحت هذه الجماعات الوافده جزءا لا يتجزا من الامه اليمنيه الواحده. لكن العجيب ان بعض المقامرين في الاونه الاخيره يحاول التنكر حتى لهذا العنوان الكبير الذي اسمه اليمن. يحاول الانقطاع عن حقيقه عمرها آلاف السنين ليتصل بوهم عمره كعمر حشره معمره ونعني بالوهم هنا ما يسمى بدوله الجنوب العربي تلك المحاوله اليائسه التي انشأها الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن في اوائل ستينيات القرن الماضي حين دعا الى او حين دعا, دعا عددا من سلطنات الجنوب انذاك الى الانضواء تحت مكون واحد أطلق عليه المستعمر البريطاني اسم اتحاد الجنوب العربي ولم يقبل به سكان عدن آنذاك الذين خرجوا في مظاهرات كبيرة تحاول منع المجلس التشريعي لمدينة عدن من الموافقة من الموافقة على الانضمام إليه هذا الاتحاد الوهمي الذي أنشأته بريطانيا ليكون عازلا لعدن من المد القومي الذي كان يتسع آنذاك بفضل الثورات العربية ضد الاستعمار والانظمة المترهلة هذا الاتحاد لم يعمر اكثر من خمس سنوات فقد اعلن تاسيسه سنه 1962 وانتهى امره سنه 1967. اذا فحكايه دوله الجنوب العربي هذه التي تذكرها فجاه بعض المقامرين الموتورين لا تستحق حتى النقاش لانه مجرد خيط رفيع يتعلق به المقامرون بدوافع عاطفيه غير ناضجه. لكن هذا لا يمنع من ان نذكر الشباب في مختلف مناطق اليمن بتاريخهم المشترك. وبان اسم اليمن يطلق تاريخيا على هذه المنطقه الجغرافيه الممتده من جنوب شرق البحر الاحمر الى غرب سلطنه عمان. بما فيها تلك المنطقه التي كانت تحت سلطه مملكتا معين وسبأ في شمال اليمن. وجنوب الربع الخالي. وقد رأينا في هذه الحلقه ان نكتفي بإثبات حقيقه واحده للدلال على ما ذكرنا آنفا. هي حقيقه ان حضرموت ومعها المهره طبعا. التي تقع في اقصى الجنوب والجنوب الشرقي لليمن، كانت طوال التاريخ مملكه يمنيه، اما مستقله او منضويه تحت دوله يمنيه اكبر منها. لأنه إذا صح أن حضرموت كانت طوال الوقت طوال التاريخ جزءا من ال... ال... اليمن التاريخي فمن باب الأولى ستكون يافع والظالع ولحج وغيرها من مناطق الوسط يمنيه بالضروره ونود هنا أن نشير قبل ذلك إلى حقيقه مؤسفه هي أن معظم آثار الدول اليمنيه القديمه لم يكتشف حتى الآن وما زال القسم الأعظم منه مطمورا تحت الأرض وهي الحقيقة التي يعرفها المؤرخون المعاصرون ويشعرون بغصة عند ذكرها إلا أن ما تم اكتشافه حتى الآن من هذه الآثار كافٍ لإثبات أن اليمن التاريخي يمتد في الحدود التي ذكرناها قبل قليل على الأقل وهناك دراسات آثرية اعتمدت على شواهد ولقى آثرية تقيم دليلاً كافياً على أن يمنات يمنات التي يتضمنها الاسم الطويل للدولة التاريخية لليمن مملكة سبأ وحمير وذريدان وحضرموت ويمنات وأعرابهم في الطود وتهامة يمنات هذه كان يقصد بها ساحل البحر العربي وحاضرته كنا أو بير علي كما تسمى اليوم والموجودة في شبوه حاليا نقول ذلك لا لنضيف دليلا على أمر معلوم بالضرورة و يتحدث عنه تاريخ طويل ودلالات لغوية أفصح وأوضح من أن تفسر, أن تفسر أو تعرف وإنما نقوله لكي نؤكد حقيقة لا يجوز أن, ينساها أن تنساها الأجيال القادمة قلنا أن حضر موت وغيرها من مناطق الجنوب اليمني ظلت طوال التاريخ جزءا من اليمن الطبيعي واليمن التاريخي في عرف الجميع بل هي المجال الجغرافي الذي يتطابق تماما مع الدلاله اللغويه لمفهوم او مصطلح يمنات هكذا كانت قبل الاسلام في عصر الدوله اليمنيه القديمه وهكذا استمرت في العصر الاسلامي وهكذا بقيت الى العصر الحديث ومن المفارقات الداله ان اول نقش يتحدث عن الدوله الحميريه كان نقشا حضرميا كشاهد على كونها جزءا من الدولة الحميريه التي ظهرت قبل الميلاد ظلت حضرموت لفترات مختلفه دوله مستقله مثلها مثل سبا ومعين وكتبان وأوسان وغيرها من الدول اليمنيه التي كانت تحصل احيانا على استقلالها التام وأحيانا تصبح جزءا من دوله يمنيه اكبر وكانت العلاقات بين الدول اليمنيه القديمه تمر بحالات حرب او تحالف او احتواء وقد استطاع استطاع الحميريون الذين جعلوا ظفار يريم عاصمة لهم أن يوحدوا كامل التراب الوطني تحت دولة مركزية واحدة. وكان الملك الحميري شمر يهرعش يلقب نفسه بملك سبأ أو ملك مملكة سبأ وذريدان وحضرموت ويمنات وأعرابهم في المرتفعات والتهائم. كما استطاع آباؤهم السبائيون يعني آباء الحميريين يعني تكوين نظام سياسي وصفه علماء العربية الجنوبية بأنه شكل من أشكال الاتحاد الفضفاض هذا عن الحميريين طبعا حيث عفوا عن السبعيين حيث ضم هذا الاتحاد مملكة حضرموت ومملكة كتبان ومملكة معين ومن المعلوم أن هذه الممالك الأربع قبل أن تتوحد كانت تشكل أهم الممالك اليمنية الكبرى فحضرموت تأخذ قطاعا واسعا من شرق اليمن ومعين تأخذ قطاعا آخر من شمالها الشرقي وكتبان تأخذ قطاعا من جنوبها الغربي في حين تأخذ سبا القطاع الغربي قبل أن تتوحد الدول الأربع تحت ظل مملكة سبا في تكوين سياسي أقرب ما يكون كما قلنا إلى الفدرالية لأن المقاطعات في تلك الدولة كانت تحصل على قدر كبير من الحكم الذاتي قبل أن يأتي الحميريون ويؤسسوا دولتهم المركزية قد يقول قائل ان الوحده السياسيه او التاريخ السياسي المشترك للدوله اليمنيه القديمه لا يكفي للدلاله على ان هذه الدول تشكل امه واحده، وهذا كلام وجيه فيه بعض الوجاهه، لكن نحن حين نقول ان اليمنيين من المهر الى صعده امه واحده لا نستند على حقائق التاريخ السياسي وحده بل على حقائق التاريخ الثقافي والتاريخ الديني والتاريخ العام ايضا. خذ مثلا على مستوى الثقافه فبالرغم من اختلاف اللهجات اليمنية قديما وحديثا إلا أن لسانهم كان واحدا طوال الوقت يستدل على ذلك من النقوش التي وجدت في مختلف أنحاء اليمن بخط المسند فدول حضرموت وكتبان ومعين وسبأ وحمير كانت كلها تدون معارفها أو أشياء بالخط المسند في حين أن عرب الشمال مثلا كانوا يدونون بخطوط أخرى كالخط العربي المتطور عن النبطي وهو الذي أصبح الآن الخط الرسمي العربي الذي كتب به القرآن وعلى مستوى الدين مثلا من المعروف أن الدول القديمة كانت تضم مقاطعات وكان لكل مقاطعة إلهها الخاص إلهها الخاص إلا أن لجميع المقاطعات إلها قوميا مشتركاً يعني على سبيل المثال في الحضاره الفرعونيه مثلا كان الاله رع يمثل الاله القومي المعترف به من قبل جميع المصريين الا ان لكل مقاطعه مصريه بعد ذلك الهها الاله الخاص من تلك الالهه المصريه الخاصه الاله ابيس الذي يصور على شكل عجل وهو الاله الذي كان معبودا في المنطقه الشماليه الشرقيه من مصر حيث كان يقطن بنو اسرائيل قبل خروجهم من مصر ويبدو أن بني إسرائيل كانوا يشاركون المصريين في عبادة العجل أبيس قبل مجيء موسى بكرينة العجل الذي صنعه لهم السامري في سيناء كذلك كان لكل مقاطعة يمنية إلهها الخاص مثل الإله سين في حضرموت إلى جوار الإله القومي أو الآلهة القومية الأساسية لكل اليمنيين وكل الساميين الإله عثر أو الإله أشتار بحسب التسمية ويبدو أن دولة حمير لم تكتفي بتوحيد اسم اليمن كما سيأتي ذكره لاحقا بل إنها وحدت حتى الدين في اليمن فقد عرفت ديانة التوحيد في حمير قبل مجيء اليهودية والإسلام وهذا أمر غريب بالفعل وكان يطلق على إله التوحيد اسم رحمن وهو اسم من أسماء الله كما يؤكد القرآن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ومما يدل على وحدة الدين عند اليمنيين في العصر الحميري ان اليمنيين دخلوا الاسلام بسهوله ويسر تدل على معرفه سابقه بالاله الواحد سواء فيما عرفوه من الديانه اليهوديه او فيما عرفوه من ديانه الرحمن التي ذكرناها. ويبدو من الشواهد الاثريه القليله التي اكتشفت حتى الان ان عادات او ان عادات اليمنيين وتقاليدهم وثقافتهم كانت واحده في مختلف الدول اليمنيه. بدليل أن أسماء الملوك كانت متشابهة أو متطابقة وكذلك أسماء المناطق وطقوس العبادات والشواهد الأثرية الموجودة تسجل أحداثا سياسية قصيرة أو قرابين وأسماء موتى وما شابه ذلك من أشياء تخص بعض الأفراد دون أن نجد هذا أيضا ملمح آخر كلها شواهد قبور وشواهد ديون إلى وشواهد تجارية دون أن نجد تراثا أدبيا أو قانونيا معتبرا مما يدل على ان الحضاره اليمنيه القديمه في كل دولها كانت حضاره واحده تتسم بانها حضاره عمل لا حضاره كلام. لو كانت حضاره كلام مثلا كنا وجدنا شواهد قانونيه، شواهد ادبيه، شواهد ما شابه ذلك دينيه طويله لكن هذا كان كله غير موجود وليس هناك يعني دوله يمنيه قديمه شذت عن اختها في هذه النقطه. ظهرت كلمة يمن لأول مرة في نقوش حميرية تعود لعهد الملك الحميري الشهير شمر يهرعش أو شامر سامر يهرعش الذي عاش ما بين نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع للميلاد والذي كان يلقب بملك سبأ وذريدان وحضرموت ويمنت ومن يمنت هذه يبدو خرج لفظ اليمن ولا تعرف حتى الآن الظروف والتفاصيل التي رشحت هذا الاسم ليصبح دالا على اليمن الطبيعي بدلا من الأسماء الأخرى اليمن الطبيعي الذي يشمل كامل مناطق الدول اليمنية القديمة كانت سبا وحضرموت وكتبان ومعين وأوسان إلى غيره إلا أن من المحتمل أن تكون هذه التسمية يمن يعني قد ولدت مع ميلاد الدولة الكبرى التي تكونت من الممالك المذكورة إذ يبدو أن الاتحاد الجديد، الاتحاد السبئي الجديد كان بحاجة إلى تسمية جديدة يتوافق عليها الجميع. هو اتحاد حميري بالأصح. وهكذا أصبحت كلمة يمن منذ العصر الحميري على الأقل دالة على كامل التراب الوطني الذي يضم ميراث الدول اليمنيه الأربعة التي ذكرناها من قبل. ومنها حضرموت طبعا التي جاءت على لسان شاعرها الأشهر امرؤ القيس يخاطب بلدته الصغيرة دمون. او وادي دمون بحضرموت قائلا تطاول الليل علينا دمون دمون إنا معشر يمانون واننا لاهلنا محبون امرأة القيس يقدم شهاده على انه يمني وعلى ان حضرموت يمنيه امرأة القيس الحضرمي الكندي يشهد لحضرموت ولليمن واليمن هو الاسم الذي عرفت به هذه المنطقه بعد ذلك مع ظهور الاسلام وحتى الان فقد وردت كلمة يمن للدلالة على كامل التراب الوطني المعروف الآن في الروايات المنسوبة إلى النبي وفي مختلف الوثائق التاريخية لعصر الراشدين والعصر الأموي والعصر العباسي وحتى العصر الحديث بما في ذلك كتب المؤرخين كتب المؤرخين الحضارمة أنفسهم أمثال ابن خلدون في تاريخه الذي قال فيه ونسبنا في حضر موت من عرب اليمن إلى وائل بن حجر من أقيال العرب معروف وله صحبة ومن المؤرخين المعاصرين ايضا الحضارم عبد القادر العيدروس وعلوي بن طاهر الحداد ومن قبلهم مؤرخو العرب الكبار امثال ياقوت الحموي في معجم البلدان والهمداني في صفه جزيره العرب وفي مختلف ادبيات ووثائق العصر الاسلامي. وكان الخلفاء الراشدون قد قسموا اليمن الى اربعه مخاليف هي مخلاف صنعاء وكان يشمل نجران ايضا ومخلاف الجند وسط اليمن ومخلاف تهامه ومخلاف حضرموت ويمكن لهذا التقسيم ان يصبح الان نواه لتقسيم فيدرالي جديد اذا رغب اليمنيون في هذا الشكل من الدوله هذا بالنسبه لحضرموت اما بالنسبه للحج ويافع فقد كانت تشكل جزءا اساسيا من قبائل حمير التي اسست دوله كبيره عاصمتها ظفار في محافظة إب حاليا وكان يطلق على المنطقة الوسطى التي تشمل أجزاء من إب الحالية والضالع ويافع كان يطلق عليها اسم سرو حمير ولن نحتاج لأكثر من شهادة أهلها أهل هذه المناطق على انتسابهم للدولة الحميرية اليمنية القديمة دعونا نتابع هذا الفيديو هذا ليس عرضا سينمائيا لأناس عاشوا في عصور غابرة بل هو واقع يحدث اليوم بكل تفاصيله هنا في قرية تلب بن حسن الحميري نسبة الى احد ملوك حمير والواقعة في منطقة يافع لبعوس بجنوبي اليمن يعيش المئات على هذا النمط يرفض هؤلاء ارتداء القمصان او البنطال ولا معنى بالنسبة لهم ان يقص شعر رؤوسهم اما اقدامهم فقد طوعت الطبيعة لمصلحتها إذا مرض أحدهم فالدواء هو العسل والأعشاب، وإذا أراد أحد الشباب الزواج فالمهر في إطار القبيلة آية من القرآن. ترك معظم الأطفال مقاعد الدراسة والبعض لا يعرفها أصلا، فمهمتهم غالبا هي مساعدة الأهل. وعلى الرغم من إدراك أفراد القبيلة أنهم يعيشون في عصر مختلف إلا أن تمسكهم بهذه العادات له تفسيره الخاص. جاءت الفكره بهذا الشكل انا اقول لك اولا حمير هي قديمه وثانيا شيخنا اللي هو شيخ شمل يعني شيخ شيخ قبيله قبائل الحميري حمير اللي هو الشيخ عبد الله بن مشهور الحميري استجن استجن وفجاه جانا باللباس هذا اللباس هذا ومشي من مأرب يعني مأرب كم تكلمنا على انه مشي اربع محافظات وخمس محافظات تقريبا بالشمله وحافي وشعره لهنا ولحيته لهنا تعالى يعني احنا طبقناها لا يعيش افراد القبيلة عزلة عن المجتمع كما لا يشكلون خطرا على احد حتى وان حملوا السلاح اينما ذهبوا من العبث حقا ان تصبح الهوية التاريخية لليمن مجالا للمساومة في لحظة تاريخية كالتي نمر بها اليوم تدفع البعض الى المتاجرة بالتاريخ والارتهان لاغواءات اللحظة التي تتكرس اليوم في الاندفاع نحو انفصال محفوف بمخاطر كثيرة فالانفصال لا يكفي أن يقوم على أنقاض الهوية التاريخية لكي يضمن قيام دولة مستقرة في الجنوب بل عليه أن يتعامل مع سلسلة ممتدة من الادعاءات الجهوية التي يمكن أن تمزق الدولة المنفصلة إلى دويلات وكانتونات متصارعة لها من إرث الأحقاد وتصفية الحسابات ما يجعل الوحدة ال 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 اليمنية جنة في مقابل الانفصال لقد أصبحت حياة الجنوب مثل كرة المضرب في أيدي أصحاب العواطف غير العقلانية منذ عقود مرة باسم القومية ومرة باسم التحرر ومرة باسم الوحدة ومرات باسم الانفصال والجنوب العربي وهكذا. والناس في الجنوب وفي الشمال لا يريدون أكثر من الاستقرار والانخراط في عملية التنمية وهذه المشاريع لا تعدهم بذلك بل على العكس هذه المشاريع التقسيميه والعصبوية ستفتح سلسلة جديدة من المشاكل التي ستعطل الاستقرار وتعطل التنمية. انها دعوات براقه في ظاهرها تلامس بعض العواطف لها بريق الازهار المفترسه شكلها جميل وحقيقتها قاتله مشاهدينا الكرام الى هنا ننهي نقاشنا في ملف هذه الحلقه الاسبوعيه من الاجنده نامل ان نكون قد كد... وفقنا في افادتكم ونامل ايضا ان يتجدد اللقاء بكم في الحلقه القادمه باذن الله لنناقش قضايا اخرى ساخنه في الساحه طاب وقتكم وطابت ايامكم ورمضان كريم الى ذلك الحين كونوا بخير